هذه الأجواء الجميلة. نعم، ما أجمل هذا المنظر وما أروعه من منظر. لا أعلم هل الصمت أمام إبداع ألتراس كينج أم أسكت أمامنا في مدرجات ملعب الشعب الدولي في بغداد. هذه من المباريات التي تتمنى أن يتولى التعليق عليها جمهور ملعب الشعب ويصمت فيها معلق المباراة. هذه ما هي المباراة النهائية، الجولة الثانية لدوري كرة القدم العراقية هنا في العاصمة العراقية بغداد. محمد بن علي الهمداني قال عنها: في دلك يا بغداد كل قبيلة من الأرض حتى خطت وديربها، وسيرت رحلي بينها وركابها، فلم أرى فيها مثل بغداد منزلا، ولم أرى فيها مثل دجلة واديا، ولا مثل أهليها أرق شمائلا وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا. نعم، هنا إلى العاصمة العراقية. هكذا قالها الشاعر الكبير محمد المأهدي الجواهري عام 47 من هنا من استاذ الشعب الدولي، حيث يستحق ان نطلق عليه الصمت في حرم الجمال جماله الكبير في العاصمة العراقية بغداد التي سافر في آفاقها الخطيب البغدادي الى البلدان من حد سمرقند الى القيروان ومن سرنديب الى بلاد الروم، فلم يجد بلدا افضل ولا اطيب من بغداد الى ملعب الشعب الدولي صاحب التاريخ العريق في كرة القدم العراقية.